ما حسن لبعض الحكام ولا سي عواز من الاداره. حسنت شنو؟ نتاع يغلط ولا ما يغلطش يتعاين ديما. والله انا نعرف الحصانه في مجلس النواب، اما في التحكيم ما تنجمش تكون ثم حصل. ما فما حتى حكام عنده حصانه؟ ثم حتى واحد عنده حصانه وصدقني تنجم تشوفها على وجوه الحكام، لانه مساكن الحكام، لانه الجورجي وقت اللي يغلط مهما كان اسمه عنده ملاذ وحيد هو ادارته. الحصانه شنو؟ وقت اللي يغلط ساعات حكم ونقف معاه، هيك الحصانه. وقت الناس الكل تدخل فيه انا نقف معاه، وقت الناس كل تلوحوا انا نكون معاه، وقت اللي يكون مريقل انا بطبيعه نكون انا معاه مريقل. اللي مش حابين تفهموه انتوما انه راه مدير اداره وطنيه للتحكيم ولا رئيس لجنه التعيينات لازم يكون بو. شنو البو؟ وقت اللي ولدك تطيح به تقف معاه. انتوما نسمع ويعاونوا على الفساد ويعاونوا على السرقه ويعاونوا على ما نعرف شنو، وين الفلوس اللي باش تسرقها العباد؟ دي جمعيات مساكن تسخف، هي ديجا الجامعه تعطي فيه. مش المدينه الفاضله زاد مش مدينه، لا شنو المدينه الفاضله؟ كيفاش راه؟ فما اتهامات بالفساد لبعض الحكام مثلا، فما حتى سمعنا حتى اتهامات من رئيس مثلا اتحاد سبيطله قال برشا كلام وقت الحكام اتهمهم حتى بلاش، وقال انا بيدي كنت موجود في المنظومه هذه. شوف تعرف اللي احنا كي دخلنا ثم برشا حكام مشيوا على روحهم، حتى كانت تحوم وراهم حاجات، اعطيني حاجه ملموسه. كان ثم حاجه ديجا ثم ناس وراهم كان برشا كلام مشيوا على روحهم بطبيعتهم بطريقه ذكيه، ما جيناش قصيناهم، ما هي بطريقه ذكيه. كل حكم راهو تحب ولا تكره، توا وقت الفيسبوك والانترنت والدنيا ما ثماش حكم هو الحكم ولا كان ما يلقاش وراه اداره قويه وجامعه قويه يولي كوجا تابل. اربع خمسه ماتشوات في البطوله ما مشاش بالكدا، هذا يحب بيلانتي ولو غالطه، والاخر يحب بيلانتي ولو غالطه، توفى كاريرو. سي با فاسيل مش تقعد تعمل كارير 20 و25 سنه، سي با فاسيل. ما فماش فساد في التحكيم في تونس؟ فماش فساد في التحكيم. نظيف من القسم الهوات حتى الرابطه الاولى. نظيف واللي عنده حاجه ماذا بيه ينورنا بها. الاتهامات هذوما مثلا انت رئيس بيت ولا حتى قبل قضيه حسين جنيه حسين الحمدوني تبعتوهم شويه في القضاء ما عرفتش شنو صار فيهم. هي خطمس الحكام كمان حاجات كما هكا. هي مشيت للقضاء، هيك حاجه مشيت تكفل بها القضاء وخرج يعني براءه. واكبر دليل الحكايه ماهيش ما فيهاش حاجه صحيحه. باهي نحكي شوي عن مافيولا سي عواز. هل صحيح ان الاداره والجامعه حاطه ايديها على مافيولا في الاحد الرياضي؟ والله الاحد الرياضي هو برنامج يظهر لي نتاع التوانسه الكل، التلفزه التونسيه نتاع ملك الناس الكل، وما ينجمش الناس اللي فيها مش احنا نتحكموا فيها. شنو حاطين يدينا يعني؟ فما حقوق بث مثلا نعطي كي نشوفوا محمد بن حمزه ولا رضا فهمي يعمل في المافيولا عباد معناتها من الاداره معناتها التحكيم. علاش مش ناس مش موجودين؟ لا موجودين على كفاءتهم، مش موجودين هكاك بور ريان. علاش ويا حبذا هو راهو في احنا الاوبجيكتيف نتاعنا كان يعني توافقنا التلفزه التونسيه في كل اسبوع يمشي واحد من الاداره. علاش؟ مش يكون التقييم 100% فاعل. انت جيب لي واحد بار اكزومبل بعد على التحكيم 5 و6 سنين ما حلش كتاب، ما يعرفش لي نوفيل ريكومونداسيون لي نوفيل موديفيكاسيون، وجيبه شنو مش يعمل؟ انت تسكر كتاب شهر تضيع كل شيء. الاربيتراج ديما تقرا، ديما كتاب محلول. وكي تجيب واحد من الاداره كيف نقيض؟ ما ينجمش يكون من نقيض لنقيض. كيفاش يكون؟ يعني ثم بيلانتي ويقول مش بيلانتي. نعطيك راي على المافيولا. المافيولا في تونس تتعمل بدو كاميرا ولا بتروا كاميرا ولا بكات كاميرا. بيلانتي الترجي الاخرانيه نحبك عاود تفرج فيها مثلا. علاش؟ وقت تجيب لي كات كاميرا توري لي من زاويتين مش من 4 زوايا. عباره تصور في نعرش في اشباح وجي تحكم على اربيتر بمزاجك. اعطيني اللي في المافيولا قداش يقعد يشوف هاللقطه، قداش يحطها اون 3 دي يتفرج فيها اون 3 دي؟ ما نتصورش. اذا كان ياخذ 5 دقائق راهو بريما مش يشوف ماتش كامل. وانا اتحديت بالمافيولا ونعرف
ما فيه ولا رأي يلزمها برشا وقت. التلفزة التونسية قاعدة تجتهد مي سي انسيفيزون، ما تنجمش تجتهد على حساب كارير متاع حكم، مش معقول. ما عندكمش حتى علاقة في التعيين تاع العباد في الموفيولا؟ لا حتى علاقة معنا. شنو رأيك في الموفيولا تاع بن حمزة مثلا؟ قاعد يجتهد مع انه يزلط ساعات، رغم هو معنا موجود. قاعد يجتهد. قبله مثلا يوسف سعدالة كيف 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 وحيد كيف كيف، مين نجمش مين نجمش جيبش. انا ديما نقول لهم، قلت لهم كلمه شهيره، قلت لهم لو جيبوا رسول ما يرضيهمش الجمعيات، كان انصف الحكم. لا مو خاطره كان حكم، مو خاطره من الاداره وخاطره، كان مشى مع جمعيه هو احسن واحد. وانا نقول لهم اللي تعدوا بالمفيولا، كنت حكم راك تاكل في العصا وتولي في المفيولا مش تاكل العصا، لذا على الاقل انصف الحكم مش بالغلط ومش بالظلم. نكمل اخر سؤال سي عواز، قضيه الرهانات نتاع تولد فيها ابن اخ هشام جيرات في فرنسا، تبعتوها شويه اللي ماتش تريكي وحكيت كما هكا، وحتى ابن رئيس الجامعه خرج اسمه في الموضوع هذا؟ والله تحكي لي على موضوع اللي عندي بيه حتى علم، وحكايه بعيده حتى كي بعد يعني اللي سمعته، أنا سمعت المصادر اللي سمعتها، الزوز ما عندهم حتى أربعة دخل في الحكاية. هي عندك باع علم مش ما عندكش باع علم؟ لا لا يعني دوبري دوبري، أما بعد اللي سمعته الزوز ما عندهم حتى. يعيطوا لهم من تحقيقهم؟ ما عندي حتى فكرة. مش صحيحة الحكاية، بعد حتى كي سمعت قالك مش صحيحة وجبدت حتى في أعلى مستوى، ما هيش صحيحة. واضح. أما ما قلت لك راهو الإنسان اللي يحب يصطادك ما يصطادكش تكون كوريكت وتكون كذا، يصطادك بلي زاكوتي.